سوء سيناريو والذي لم يتوقعه أي أحد، أخطاء تقنية بالجملة، شوط أول يحسب للمنتخب الوطني، مع ذلك المنتخب الغابوني الأقوى حتى نهاية اللقاء. بداية هذا السيناريو المفزع كان خلاله المنتخب الوطني جيدا في أدائه خلال الشوط الأول، تمريرات بالهند في اتجاه حسين خرجة الذي يسجل الهدف الأول. الكل توقع أن المنتخب الوطني سوف يضاعف من التسجيل، لكن لم يحدث هذا التوقع. المنتخب الوطني متقدم بهدف مقابل لا شيء، وعلى العكس طرأ تحول إيجابي لدى منتخب الغابون، وتم تسجيل هدف التعادل على إثر خطأ في الدفاع بواسطة بيير أوباميانغ. هذا الهدف زاد من حماسة لاعبي المنتخب الغابوني، وكان من ورائهم جمهور عريض. تعادل بين المغرب والغابون، تسديدة ولا أروع انهزم خلال الحارس المغربي. خطأ على مستوى وسط الميدان يستغل بطريقة جيدة من طرف دانيا كوزان الذي يهزم الحارس المغربي. منتخب غابون متقدم بهدفين مقابل هدف واحد. وفي الدقيقة 90 المنتخب الوطني يحرز على ضربة جزاء كلف بتنفيذها حسين خرجة، وهدف التعادل. حتى التعادل لا يخدم مصالح المنتخب الوطني المغربي. وفي الدقيقة الأخيرة برونو زيتا يسدد ضربة خطأ ولا أروع، والهدف الثالث الذي قضى على كل طموحات المنتخب الوطني وأعطى التأهل للمنتخب الغابوني إلى الدور القادم. هذه هي المرة الثامنة التي يخرج فيها المنتخب الوطني خلال الدور الأول، خروج من الباب الصغير يطرح أكثر من علامة استفهام. الآن جاء دور المساءلة والمحاسبة، من هو المتسبب في هذه النكسة؟ وعلى غرار منتخب